ثلاثة الحاجات تعلمتهم في حياتي. الحاجة الأولية هي أنه ما كاينش شي حاجة اسمها فات الوقت. في أي وقت تقدر ترجع تقرأ، في أي وقت تقدر تخدم، في أي وقت تقدر تسافر، في أي وقت تقدر تزوج، وفي أي وقت تقدر تتوب. وتاني حاجة هو أن محبة الناس ما كتقاسش بالعشرة ولا بشحال الوقت دوزتي معهم، ولكن بالمواقف اللي دوزتي معهم. الإنسان ما تقدرش تحكم عليهم بالعشرة ولكن بالمواقف. وثالث حاجة وأهم حاجة تعلمتها أنني إذا شفتي إنسان في شي موقف وتصرف شي تصرف، عمري ما نقول أنا ما عمري ما نعمل ديك تصرف، لأن ما كنعرفوش الدنيا فين مجد الدينا، ويقدر ربي يطيحك في نفس الموقف وتتصرف نفس التصرف لأن ما عندك شي البديل وما عندك شي الخير. وإذا وصلتي حتى لهنايا وشفتي راس ما اللي عملت في توتباك، كل الرأي ديالك وشكرا، باي.